تمام. تتوقع ايه لمصر دلوقتي 2024 في كاس عالم وفي بطولتين افريقيا؟ تتوقع ايه؟ احنا دايما بنفكر في كل حاجه في وقتها. يعني احنا دلوقتي مثلا هدفنا ان احنا نكسب بطوله افريقيا اللي جايه اللي هي اتاجلت دلوقتي. ان شاء الله نكسب بطوله افريقيا اللي جايه, ان شاء الله في كاس عالم, على حسب طبعا القرعه وعلى حسب الفورم بتاعت المنتخب التوقيت ده. يعني المفروض ان احنا نعمل حاجه احسن من اللي احنا عملناها قبل كده, بس لسه مش عارفين, مش حاجه واضحه قدامنا, ما نعرفش هنلاعب مين وايه اللي هيحصل والكلام ده كله, بتفرق على حسب ترتيبك في افريقيا والكلام ده. ايه سبب تفوق الزمالك في اخر 5 سنين؟ هو مش 5 سنين اللي هي الزمالك بس اللي بيكسب. يعني لا, في ماتشات برضو الاهلي بيكسبها. دلوقتي الاهلي بيبني فريق جديد معظمه ناشئين وشباب. طبيعي انت بتبقى في فتره كده بتبني فريق جديد, فمستني الفتره الجايه تبقى احسن. ودلوقتي الاهلي طالع مستوى احسن, والزمالك كان في التوب فورم بتاعه الفتره اللي فاتت. فهو موضوع ما فيش سر, هو موضوع الاهلي بيبني فرقه والزمالك في التوب فورم بتاعته, وزي ما قبل كده برضو الاهلي كان في التوب فورم بتاعته والزمالك بيبني فرقه. يعني هو الموضوع كله توقيت, والماتش نفسه وخبرات الماتش واجواء الماتش. وماتشات الاهلي والزمالك مفيش ماتش يعني منهم شفته يعني اللي هو الزمالك كسبان طول الماتش ومسيطر, او الاهلي كسبان طول الماتش ومسيطر. دايما الماتش بيبقى ايكوال, وفرق الخبره في الاخر هو اللي بيحسم الماتش, وفرق الناس اللي عندها هدوء اعصاب اكتر هم اللي بيعرفوا يكسبوا الماتش. يعني مش شايف حد متفوق عن طبعا. يعني مثلا ماتش السوبر الزمالك كسب, بس كسب في اخر لحظه يعني اخر ثانيه. يعني هل بالفعل كان خلال الفتره اللي فاتت انت برشلونه كنت ممكن تيجي الاهلي؟ انا طبعا مرحب بالاهلي دايما. يعني لما مثلا عادي بيجي يخلص مع فرقه يعني ببقى دايما مرحب بالاهلي, وهي بتبقى الظروف وبتبقى التوقيت وبتبقى على حسب احتياج الاهلي لمين والكلام ده هو اللي بيفرق. فانا دايما اهلي فاتح له بابي على طول, واكيد ده شرف لاي واحد اللي هو يلعب في الاهلي. لان عامه انا خرجت من مصر, خرجت من الاهلي يعني, ما خرجتش من فرقه ثانيه, وعمري ما لعبت مع فرقه ثانيه يعني. ما تخيلش نفسي بلعب مع فرقه ثانيه عامه يعني من غير الاهلي. طب لو عرض عليك الزمالك والاهلي في نفس الوقت ما عرضش, هتروح الزمالك؟ هو الموضوع صعب جدا اكيد. انت يعني انا بقول لك انا خرجت من الاهلي, وشايف مش شايف نفسي غير ان انا العب في الاهلي يعني. طبعا الزمالك مع كل الاحترام للزمالك عامه, انا يعني بحترم نادي الزمالك جدا وبقدره جدا, وشايف اللي هو يعني ناس مهتمين جدا بكره اليد. بس انت لو قلت الاحمر الاحمر تعال روح الاهلي, واحنا برضه بيحترم الاهلي جدا وانا متاكد ان هو بيقدره جدا وشايف فريق كبير في كل حاجه والكلام ده, بس مش هيروح يعني. الموضوع كده بيبقى فيه لعيبه كده معينه, يبقى الموضوع خلصان خلاص في حته واحده يعني. كنت سعيد جدا يا كابتن بالحوار معاك, وان اكون يعني حد مصري وبيلعب في نادي برشلونه, فده شرف لينا. ونتمنى لك طبعا التوفيق دايما, ودايما مشرفنا ومنورنا في موقع في الجول, وبوجود هنا موجودين طبعا في فود جينكس. أنا أسعد بيك والله يا حامد, وأسعد في الجول على اليوم الجميل ده, وإن شاء الله يعني يبقى يعجب الناس, وأنا مبسوط فعلا إن أنا كنت موجود النهارده يعني.